مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم هاشتاج. النهارده 25 يناير 2012، عدت سنه على الثوره المصريه، والنهارده المصريين ملوا الميادين، ميادين التحرير في القاهره، في القاهره والمحافظات كلها، ملوا الشوارع ونزلوا يطالبوا تاني بنفس المطالب اللي طالبوها من سنه: عيش، حريه، عداله اجتماعيه، وزادت عليهم تسليم السلطه لسلطه مدنيه واسقاط حكم العسكر. نشوف فيديو بالظبط من سنه يوم 28 يناير اللي كان حصل، وشباب مصر الجدعان وشاب مصري مصري منهم عمل ايه، وارجع لكم على طول. الفيديو ده ملك لمصطفى فتحي. تمام، يعني من الاخر لو مصري واحد يعرف يقف قدام مدرعة، ما بالكوا بملايين المصريين يقدروا يعملوا ايه؟ يعني اظن كلامه يوضح جدا، مصريين خط احمر. نشوف فيديو كمان برضو من اسكندرية النهاردة، نشوف الاعداد كانت عاملة ايه، عاملة زي في اسكندرية، ونرجع لكم على طول من الفجر. زي ما احنا شايفين الاعداد كبيره جدا، وبرده الهتافات النهارده كانت عيش، حريه، عداله اجتماعيه في اسكندريه. الهتافات كانت برده تنادي باسقاط الحكم العسكري، بتسليم السلطه لسلطه مدنيه. في برده كانت بعض الهتافات بان احنا طلبنا في الاستفتاء ان يكون الرئيس قبل الدستور، مطالب الشعب زي ما هي كانت قبل سنه، كانت بعد دلوقتي. من شويه برضو كان في مسيره الى مبنى الاذاعه والتلفزيون ماسبيرو، كان ماسكين علم كبير قوي، علم مصر كبير جدا، كان مكتوب عليه في الاستفتاء برضو كان مطلوب الرئيس قبل الدستور. الهتافات برضو كاذبون كاذبون. ما نشوف. تمام، January 25th celebration or protest the daily news Egypt، وتغطيتهم لاحداث النهارده. نشوف الفيديو ده، نرجع لكم على طول. With the first anniversary of the January uprising that ousted Hosni Mubarak only a few days away, Egyptians are divided over how the day should be commemorated. One of the most turbulent years in Egyptian modern history, 2011 witnessed a wave of unprecedented protests, many against the Supreme Council of the Armed Forces. But other groups of citizens took a different path, protesting to show their appreciation for the achievements of the ousted Mubarak and their support for the ruling generals. Ayman Salem is a member of Mubarak's Sons Coalition, who outlines his plans for the Jan 25 anniversary, which also coincides with Police Day. January 25th is for celebrations, but I will not be celebrating. زي ما احنا شايفين دي تغطية لأحداث السنة اللي فاتت لأبناء مبارك، للمظاهرات اللي مع وضد النظام الحالي. زي ما احنا شايفين برضو رسالة حمدين صباحي للشعب المصري بمناسبة 25 يناير. اللي حابب يعرف الفيديو كامل ويشوفه، ده كان الفيديو شفناه من شوية، كان الملك لديلي نيوز ايجيبت دوت كوم. زي ما احنا شايفين هنا دكتور الأستاذ حمدين صباحي مرشح رئاسي محتمل، عفوا المرشح الرئاسي المحتمل. شوف ده، نرجع لكم على طول. كل سنة مصر العظيمة طيبة. 25 يناير 2011 أسقطنا رأس النظام. 25 يناير 2012 علينا أن نكمل مهام الثورة ونستعيد روحها. حشد شعبي عظيم يمثل كل مصر. أهداف واضحة لابد أن تكتمل: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. إيد واحدة وسلمية سلمية. أدعو كل المصريين أن يعتزوا بهذا اليوم وبإنجازهم العظيم فيه، وأن يسعوا لاستكماله. وربنا الذي أكرم المصريين بوحدتهم لكي يسقطوا رأس النظام منذ عام سيتم بإذن الله. تمام، نشوف صور برضو من شوية في ماسبيرو اللي كان بيحصل. زي ما احنا شايفين هنا التويت دي من أمام ماسبيرو الآن، أمنية خليل كانت بتقول هتافات من أمام ماسبيرو: يسقط يسقط حكم العسكر، ومصر بلدنا مش بلدهم.
تحت هاشتاج ماسبيرو جانوري 25. صورة برضو من موجز دوت مي لميدان التحرير النهاردة. زي ما احنا شايفين الأعداد رهيبة. صورة أخرى زي ما احنا شايفين برضو قدامنا للناشط علاء عبد الفتاح ابنه خالد علاء ومراته منال. زي ما احنا عارفين ان هو كان تم حبسه وتم الإفراج عنه مبقالوش اسبوعين 3 أسابيع ولا حاجة، وهو أخد ابنه أول مرة طبعا خالد يزور الميدان. تويت تانية تحت هاشتاج تحرير وجانوري 25، نور بتقول anyone entering or exiting تحرير right now try to avoid مدخل كوبري قصر النيل it's extremely crowded، او اي حد حابب يدخل او يحاول يطلع من ميدان التحرير ريت ما يروحوش ناحيه مدخل كوبري قصر النيل عشان زحمه جدا. نرمين بتقول اكتر مسيره وتجمع وتظاهر وهتافات حسيت بالثوره فيها من اللي يقدر يحبس مصر تحت هاشتاج تحرير جانوري 25. راشا بتقول من المحلة فاكرين 2008 لأن الفخر أننا أول من أسقط صنم مبارك في عز جبروته تحت هاشتاج محلة أحداث المحلة النهاردة. أهي شايفين الصور قدامنا شبكة أخبار المحلة. صورة أخرى برضو سمعك من هنا يا تحرير صوتك أعلى من صوت المشير. 25 يناير هذه صورة من قمة قارة أنتاركتيكا المجمدة إهداء لشهداء مصر الذين ضحوا بحياتهم من أجل مستقبل أفضل وحر. كمل كلامنا برضو على جانوري 25 ونفس الهاشتاج تحرير مسيرة ربعة تصل الميدان من حوالي ربع ساعة. أحمد مصطفى كلام ده من ساعة. مصطفى بيقول بس الغريب أن ما فيش ولا جيش ولا شرطة خالص في البلد كله متجمع عند مديرية الأمن بس. الكلام ده من المنصورة عشان برضو ننقل الأحداث في جميع محافظات مصر مش من الأحداث القاهرة بس تحت هاشتاج تحرير Egypt January 25 ونو سكاف. ياسر بيقول الأعداد ضخمة جدا بجد منظر يفرح اتفاق كل الناس على حاجة واحدة. حازم بيقول لما كل الناس في الميادين وفي المسيرات أمال مين اللي في البيوت تحت هاشتاج January 25 January. جودزيلا بيقول مصر صنعت التاريخ وتأبى إلا أن تصنع المستقبل تحت هاشتاج تحرير Egypt No Scarf for January 25. كنزي بتقول I saw one of karaoke at تحرير سكوير. هي شافت عفوا كايروكي شافت أحد أعضاء فرد كايروكي في التحرير ومبسوطة وبتقول على تويتر Today we are all Egyptians. بان بيقول متضامنا مع ثوار التحرير النهاردة كلنا مصريين. محمد إبراهيم بيقول المسيرات النهاردة نقطة قوة رهيبة وأعتقد في رأيي الشخصي أقوى بكتير من الميدان. هو شايف إن أهم إن إحنا نكون في الميدان متواجدين في ميدان التحرير إن المسيرات تبقى موجودة وتوعي الناس. برضه كان رأي ناس كتير جدا على تويتر كانوا بيتناقشوا مدى أهمية الوجود في ميدان التحرير ومدى أهمية المسيرات. ناس كانوا بيقولوا برضه إن المسيرات مهمة جدا لأن بتوعي الناس التانيين اللي بيحصل في الشارع اللي بيحصل وليه إيه مطالب الثوار عشان الناس تبقى عارفة. New track by the narcissist, fly over Egypt. شوف التراك ده ونرجع لكم على طول. Day. You are more than just a name, seeking for the right away, asking is it just a fight? I feel the winds of change, everything is still the same, even though I feel the sun, I can only see the rain. Won't need no magic carpets, genie, Aladdin, spark it, heat me back to the darkest, nights in the fat of rockets, lights from the flash of knowledge, gave all my cash to college, they pay me no dime, if you pay me no mind, play me no rhyme, or slay me no swine, homie, just back up office, wrap it up, we packing up. We'll be back in the morning. What is your revolution? Going in circles daily. Step out your virtual office while we work to get lazy. تمام بلدنا. برضو نشوف التويتس ومستخدمي تويتر كانوا بيقولوا ايه وتعليقاتهم ايه على 25 يناير. اليوم جو القاهرة غير، الناس كلهم مبسوطين والشوارع رايقة، كل عام ومصر بخير والحياة حلوة. ماشي ايه يا جدعان الاعداد دي؟ احمد قاسم مستغرب جدا من كمية الناس اللي موجودين في التحرير ويقول ايه الاعداد الرهيبة دي. عمرو اشرف تعليق على جانوري 25 ده احنا الشعب الخط الاحمر. دي كانت برضو احدى الهتافات النهاردة في المسيرات.
Raymond بيقول the tweets are overwhelming. I can feel the street spirit from pictures and comments. Wish I was there. إن هو كان نفسه يكون موجود في التحرير ميدان التحرير. بيقول إن هو حاسس بروح الثورة من التويتس ومن الصور والتعليقات. وإزاي كان نفسه يكون موجود. والله في أجانب كتير جدا كانوا نفسهم يكونوا موجودين على 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 أرض مصر دلوقتي ويشوفوا يشهدوا اللحظات التاريخية دي. مريم مجدي بتقول اللي جاي في بالي دلوقتي بانو على أصلكو بانو. ماشي تحت هاشتاج إخوان وسلفي Egypt January 25. هانا علام بتقول after interviewing a protester I asked his name محمد حسني but not مبارك. تحت هاشتاج January 25 هي عملت interview مقابلة مع أحد المتواجدين في ميدان التحرير وسألته اسمك إيه؟ قال لها محمد حسني بس مش مبارك. نطلع على فاصل ونرجع لك على طول. اهلا بكم مره اخرى بعد الفاصل. زي ما شفنا من شويه كان ميدان التحرير مليان على اخره. الكلام ده بيحصل دلوقتي مصريين كلهم في الشارع واضح. ماشي برضو مكملين كلامنا على نفس الهاشتاج Egypt January 25 تحرير. يا سوريا مصر معاك للموت. واضح ان الناس ما نسيتش سوريا والثوره الثوريه. يا رب حريه ليهم قريبه تكون. فسانت بتقول the numbers are truly overwhelming today and in and around تحرير the spirit of the revolution is back. تحت هاشتاج January 25 بسان بتقول ان الاعداد كبيره جدا النهارده وبتقول ان روح الثوره رجعت تاني. سمر بتقول الثوره في قلب كل مصري. كنت واثقه من كده ومتاكده ان الاغلبيه مع التحرير. January 25 again هي عامله هاشتاج بتقول ان الثوره زي ما هي وعامله هاشتاج January 25 again 25 يناير مره اخرى. محمد جمال مطلوب منك السكوت. تكون إنسان بديل. مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير. عايش بأكبر سجن بس من جوايا حر. تحت هاشتاج January 25. روبن بتقول Hundreds of thousands in تحرير. All shapes and colors of Egypt covering the entire area January 25 and occupy Wall Street. Wish this could happen in the US. إن هي بتقول إن في الألاف موجودين في التحرير دلوقتي كل أطياف الشعب. وهي بتقول إن هي نفسها كان الكلام ده يحصل في أمريكا. ويب الهتاف الآن في التحرير. صوت الثورة طالع من الكنائس والجوامع. تحت هاشتاج January 25. كريم ماجد بتقول If you quietly tell any Christian that people are meeting in front of Masbida or want to burn it, they will empathize. أنا لو قلت لأي حد قبت إن الناس فعلا خلاص طهقت من Masbida وعايزين يروحوا يهدوا المكان هو هيحس بيهم. ده رأي كريم. ماشي. هاني صبحي بيقول السيناريست محمد العدل إذا كان هناك ما نحتفل من أجله فهو صمود هذا الشعب ضد محاولات تشويه الثورة وإسقاطها. تحت هاشتاج تحرير January 25. رشا عبدالله زحام رهيب في التحرير وإحنا شايفين الصورة أهي قدامنا.
دايم بيقول: يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل، بحبك انتي رفع راسنا وانتي رفع راسنا لفوق، لو زمن ليل ما يرهبنا ليل، شوقنا في عروقنا يصحي شمس الشروق، لو زمن ليل عفوا. تمام. صورة كمان من ميدان التحرير، براندا بتعلق على الموضوع ده: one year ago today revolution now. بتقول ان من سنة كمان، من سنة كانت الثورة، وشوفوا دلوقتي اللي بيحصل. أمنية بتقول: السنة اللي فاتت كان الهتاف يا أهالينا انضموا لينا، والنهاردة يا أهالينا خفوا علينا مفيش مكان، سبحان مغير الحال. تحت هاشتاج January 25 تعليقا على الزحام الفظيع اللي كان موجود النهاردة في الشوارع. تشانوزا بتقول: الصعايدة يتمنون براءة مبارك ليقتلوه، تحت هاشتاج January 25 وتحرير. محمد بيقول: يا شعب يا مجنون، علم شعوب الكون، اللي اخترع فرعون قادر يجيب خبره. عمر غزة بيقول: Egypt proved that people's willpower can topple a tyrant which gave hope to all Arab nations like just like Tunisia. إن مصر أثبتت إن إرادة الشعب ممكن تسقط دكتاتور، وده إدى أمل لكل الشعوب العربية زي تونس، زي تونس، تحت هاشتاج January 25. لبنى درويش بتقول: من مسيرة الهرم شباب الكشافة بينظموا المرور، الثورة بتسيس كل تجمع شبابي. احنا شايفين الصورة هي قدامنا. Picture of تحرير at midnight، الكلام ده كان برضو من امبارح عشان ما ننساش اللي كان موجود. ده تصوير احمد العش، ده امبارح بالليل ميدان التحرير. رامي يعقوب تعليقا على ان كان في احد الحركات بتطالب بالاعتصام: reports that April 6th movement and revolutionary socialists announced a sit-in at the square. ان الاشتراكيين الثوريين وشباب 6 ابريل اعلنوا نية الاعتصام في الميدان، تحت هاشتاج January 25 to Egypt. خالد سفرات: دار ايتام الاطفال طلعوا لنا منه ماسكين اعلام وبيقولوا يسقط يسقط حكم العسكر. عين شمس يوني الهاشتاج تحرير January 25. ناني عاطف بتقول: البلد دي بلدنا واللي تعروا بناتنا، ده كان في مسيره مصطفى محمود النهارده تحت هاشتاج تحرير. صوره كمان اد جايلز فوتو جورنالست، صوره لمتظاهرين النهارده في ميدان التحرير تحت علم مصر. المصري اليوم: صورة لمتظاهر يرفع المصحف بيد والصليب بيد أخرى في التحرير، عشان بس اللي بيقولوا إن في تفرقة في مصر، لا، إحنا كلنا واحد بيحصل ده. صورة كمان زي ما إحنا شايفين من التحرير، الأعلام طبعا معروف من يناير اللي فات، الأعلام اللي بتترسم على الوشوش. هراس ماب أو امسك متحرش، المبادرة دي حاطين النمرة دي 6069، لو في أي تحرش جنسي لأي بنت في الميدان يكلموا النمرة دي، تحت هاشتاج تحرير January 25. جاس هيل بتقول: This kid can't be older than 6 leading the chant on قصر النيل بريدج outside تحرير، طفل ما يعديش 6 سنين هو اللي بيقود الهتاف في كوبري قصر النيل. ولاد مصر تحرير بيرد فيو: Amazing our revolution continues، ده ميدان التحرير النهارده زي ما احنا شايفين، الثوره مستمره تحت هاشتاج January 25. جيجي ابراهيم: صوره النهارده تحرير January 25 نفس الهاشتاج. لن تقتلوا ثورتنا فاطمه، ده على حسابها على فيسبوك. نشوف برضو فيديو الاحداث النهارده في التحرير، نرجع لكم على طول. الفيديو ده ملك لبيير سيوفي، وده عن احداث التحرير النهارده. زي ما احنا شايفين هنا دكتور باسم يوسف بيشارك في المظاهرات النهارده جنب فنداتا المصري.
زي ما احنا شايفين برضو هنا ثوار شبرا يحملون مسلة ضخمة عليها أسماء الشهداء، صورة عماد عفت وشهدائنا ولا خالد سعيد اتنسها ولا مينا دانيال ولا سيد بلال، كان في هتافات بأساميهم النهاردة ومحدش ناسيهم في مصر ولا أي حد من الشهداء. The Guardian برضو تعليقا على أحداث النهاردة January 25 anniversary demonstrations، المظاهرات على بعد مرور عام على الثورة. Egyptians mark first anniversary of uprising، برضو مرور عام على الثورة. Voice of America News وصورة من أحداث النهاردة في التحرير، مينا دانيال ماسك بوشه. طيب آخر حاجة معانا النهاردة تميم البرغوثي، يا شعب مصر سيبكم على الفيديو ده واشوفكم يوم الحد على خير إن شاء الله. يا شعب مصر، يا شعب مصر اللي سابقى ضحكته وغضبه، ما يطلع الصبح إلا وصحبتك سببه، يا مخلص الأرض من وحشتها في الأكوان، يا حجة الشمس تفضل طلعة ساعة كمان، مستأذنة وهي مش عادتها الاستئذان، متونسة بالميدان وبعشرته ونسبه. يا شعب يا مصلي قدام العساكر صف، يجري الجريح من ورا القدام، لا خاف ولا خف، تدوس عليه العربية تحوله لمئة ألف، يا للعجب يقتلوه يتوقعوا هربوا، يا للعجب يقتلوه يتوقعوا غيابه، اللي اتقتل لسه واقف هو وصحابه، ما بهدل الأمن غير من ماتوا واتصابوا، والصبح ما نور إلا لما الشموس غربوا. Thank you.